هذا المنتدى اللي كتنظموا الجمعيات الكهرباء المهنية للكهرباء والطاقات المتجددة هو المنتدى سنوي، لكن عنده نكهة خاصة لأنه تحول إلى منتدى إفريقي. كما تلاحظون هناك عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية تحضر لهذا المنتدى، أكثر من 14 دولة بخبرائها بمسؤوليها في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، ولكن أيضا حضور المسؤول يعني مدير الطاقات المتجددة على مستوى يعني منظمة غرب إفريقيا. طبعا هو مناسبة للحديث عن الحلول الجديدة والتكنولوجيا الجديدة، ولكنه مناسبة لعرض تجارب كثير من الدول والتحديات التي تواجهها، ولا سيما أن إفريقيا اليوم فقط 40% اللي وصل نسبة الكهرباء، بمعنى أمامنا سوق ديال 800 مليون إفريقي لم تصله الكهرباء. هذا تحدي بالنسبة لإفريقيا، ولكن في نفس الوقت هو فرصة بالنسبة لإفريقيا لكي تختار أحسن الحلول بالنسبة لهؤلاء مئات الملايين. من الحمد لله اليوم كما تعلمون أن كلفة الكهرباء بدأت يعني تنزل إلى أدنى مستوياتها. في السابق عندما كنا نتحدث عن الطاقة المتجددة نتحدث عن كلفة كبيرة جدا، لكن اليوم نقصت بحوالي 80%، بمعنى هناك إمكانية أن نستغل التطور التكنولوجي، أن نستغل هذه الحلول الجديدة، أن نستفيد من التجارب اللي موجودة في الدول الإفريقية مثل تجربة المغرب، لكي نقدم للإنسان الإفريقي اليوم تنمية مستدامة، طاقات متجددة، نجاعة طاقية، ليس فقط على مستوى كهرباء المنازل، الإنارة والشوارع، ولكن أيضا بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للصناعة، بالنسبة للبنية التحتية، بالنسبة للفلاحة. وهذا واحد الأمل كبير بالنسبة للأفارقة، ستنجح إفريقيا لرفع هذا التحدي، لما لا، وقد نجحت بعض الدول الإفريقية ومنها المغرب، منها غانا، منها إفريقيا الجنوبية، منها نيجيريا، منها مصر، منها تونس. طبعا أعتذر إلى ما أذكر يعني دول أخرى. نعم سنرفع يعني ربح هذا الرهان إن شاء الله. والتعاون الإفريقي ليس لنا له من مناص، لابد من التعاون من خلال البحث العلمي، من خلال تكوين الكوادر والتقنيين، من خلال أيضا الربط الكهربائي بين الدول الإفريقية، وهذا نحتاجه لأن الكهرباء أصبحت سوق عالمية وأصبحت بورصة عالمية، من خلال أيضا جوينت فنتشر بين الشركات الإفريقية حتى لا يفلت منا هذا السوق الذي يعد بآلاف الملايير ديال الدولارات، ماشي عشرات الملايير ديال الدولارات، لأن ما انتبهناش وما خلقناش هذه القوة الاقتصادية الإفريقية، فغيمكن يفلت منا هذا السوق، وهو فرصة لكي نخلق ملايين فرص شغل بالنسبة لشبابنا. التجربة المغربية يمكن أن يستلهم منها بإيجابيتها وبنواقصها طبعاً.